أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج طليح محمد من العراق يقول: أسأل فضيلة الشيخ، إذا دخل الرجل المسجد فلم يجد فرجة في الصف، فهل له أن يصلي وحده أم ينتظر الداخل من المسجد؟ إذا دخل والناس يصلون فإنه يقف في الصف، فإن لم يجد فيه مكانا فإنه ينتظر حتى يأتي من يصف معه، ولا يصف وحده خلف الصف، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف. ورأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. هذان حديثان صحيحان، لأنها لا تصح صلاة الفذ، فينتظر حتى يأتي من يصف معه، أو يحاول أن يوجد له مكانا في الصف، أو إن تيسر أنه يدخل ويكون عن يمين الإمام. أما إذا لم يتيسر هذا ولا هذا، إنه ينتظر حتى يدخل من يصف معه، ويكون معذورا في تأخره عن الدخول في الصلاة. نعم.